السلام عليكم وانطباع الحلقة الثالثة والرابعة لمسلسل الحفرة في موسمه الرابع، فلنبدأ. بالنسبة للحلقة الثالثة ومن خلال ما حدث مع أزير وكهرمان، تبين أن المنديل الموجود عند عائشة هو فعلا عائد لكهرمان. أيضا من خلال مشاركة الممثل مصطفى أستنداغ في الحلقة الثالثة في مشاهد الفلاش باك، تدل على أنه سيشارك الممثل وسيظهر في مشاهد فلاش باك عديدة، وإلا لا يمكن أن يستدعوه من أجل مشهدين بسيطين فقط، بل يبدو أنه سيكون له دور في العديد من المشاهد، وذلك من أجل أن يتم تمثيل ما حدث سابقا فيما يتعلق بأسرار كهرمان مع عائشة وسليم. فهل يمكن أن تكون توقعات المتابعين بأن أكن ابن كهرمان؟ نعم يمكن، لكن لا أتمنى حدوثها أبدا. من المشاهد الجميلة جدا في الحلقة الثالثة هو مشهد حلم أكن وتأنيب الضمير، فقد أبدع الممثل في إيصال مشاعر الندم والحسرة، كما أنه من خلال هذا الدور وعدة أدوار أخرى يؤكد الممثل تارة تلو الأخرى عن حجزه مكانا مع أوائل الممثلين في جيله، والذي سيكون لهم أدوار رئيسية في المستقبل. في المقابل فكان أسوأ مشهد في الحلقة الرابعة هو مشهد الذي قيل فيه أن جمالي أنقذ الحفرة وهو لم يفعل شيء، بل العكس تماما. عندما جاءت البلدية من أجل تدمير الحفرة قال الرجل له هنا سأتصل بالشرطة، فقال له جمالي إن كنت رجلا افعل. ثم رأينا كيف انتهى الحال به. نأتي الآن للحديث عن الأم سلطان. لا ونعم الأم، كنت قد عملت فيديو قبل فترة بعيدة في فقرة التوب 5 عن أسوأ 5 أبوين في المسلسلات التركية، وكان بينهم إدريس وسلطان، ولاحظت حينها غضب الكثير حتى أنهم أرسلوا لي في الخاص ولماذا وضعت إدريس وسلطان، هم أفضل أبوين ويحبون العائلة وما إلى ذلك. ها هي الآن سلطان تعطي السلاح لابنة ولدها الشابة وجعلتها قاتلة. لا تؤاخذوني، لكن عائلة كوشوفالي من أسوأ العوائل في المسلسلات التركية، والعجيب أن شعارهم هو العائلة هي كل شيء. بالنسبة للفيديو الذي شاهدوه وهو يقتل إدريس، فالعديد في تعليقات الفيديو السابق ذكروا أنه يمكن أن يكون الفيديو تم التلاعب به، يعني شاهدوا فقط عندما يماج أطلق على إدريس ولا يعلمون سبب فعله لذلك، إذن هذا سيكون أسوأ، فكان يجب أن يسألوا عن سبب فعله لذلك إذا لم يكن يعلم أي أحد من الحي عن السبب، بل قالوا لهم فقط أن يماج قتل إدريس، وكانت هذه هي ردة فعلهم، فهنا كارثة، فسكان الحي يعتبرون أن إدريس هو أبوهم ويعلمون أن يماج قتله، فتكون ردة فعلهم فقط. فألم يحب أي أحد إدريس لدرجة يخرج هنا ويطلق على يماج؟ هذا إذا قلنا أن الفيديو ملعوب به، ففي كلتا الحالتين إذا كان ملعوب به أو لا، فردة فعل العائلة والسكان الحي نحو يماج أرى أنها ليست صحيحة. حسنا يمكن أن يقول له أجبرت على قتل والدنا لتنقذ النساء، فمن الأفضل أن تذهب من هنا ولا يعاملوه كعدو، وإذا كانوا لا يعلمون السبب فيسألوه أولا ولا يحكمون عليه مباشرة. على كل يمكن أن يكون سبب هذا هو محاولة الكاتب جعل المشاهدين يكرهون بعض الشخصيات مثل جمالي وسليم وغيرهم من أجل ألا يستاء المتابعون في حال تم قتل أحدهم وانتهى دوره. ننتقل لأهم نقطة أو لنقل نقاط مترابطة والتي تم ذكرها في نهاية الحلقة الرابعة. إذا تبين أن قبر جمال الأخ هو فارغ ولا يوجد بداخله أحد. هنا لم أفهم تماما ما قاله ميكي، فقال تم حجز مكان القبر في القيود لكن لم يدفن أحد، بل هو مكان فارغ من أجله. لم أفهم إن كان ذلك مثل ما يحدث عند بعض العائلات بوضع قبر فارغ رمزي لفرد من العائلة والذين يعتقدون أنه مات، ويكون ذلك طبعا من دون وجود شهادة وفاة أو دليل قطعي على موته بالوثائق. إذا كان هكذا فمعناه إما أن إدريس شاهد موت أخيه وهو متأكد من موته لكن لم يستطع الحصول على جثته فحجز له هذا القبر، أو أنه فعلا يوجد كذبة كبيرة كان يحاول إدريس إخفاءها. إذن فهل جمال الأخ حي أو ماذا؟ وهل هو فعلا الشخص الذي يعمل لديه نديم؟ خاصة بعد الجملة التي قالها نديم له
بأن يماج خاصتكم، فهنا سيكون ليماج علاقة بهذا الشخص، يا إما من ناحية الدم ويا إما التقى به من قبل ويعرفه. وهذه النقطة المتعلقة بجمال الأخ وكونه على قيد الحياة تعطي العديد من الاحتمالات، أهمها هو التوقع الذي دائما ما يرسله لي العديد من الإخوة بأن يماج هو ابن جمال الأخ، وكنت أجيبهم بأن جمالي مات سنة 71 في حين ولد يماج سنة 90، لكن الآن وإذا كان فعلا جمالي لم يمت يصبح هذا التوقع ممكن، وقد قررت قول أن هذا التوقع ممكن بعد الذي قاله جنكيز لياماج في آخر ثواني الحلقة الرابعة بأنك أكبر قيمة مما تعتقد. نعم يمكن أن يكون قصده من ناحية الذكاء والإمكانيات، لكن طريقة قولها وجعلها المشهد الذي تنتهي به الحلقة يؤكد وجود سر يعرفه جنكيز عن يماج. لكن جنكيز الذي ذهب لإفسون من أجل أن تخبره نقطة ضعف يماج في الحلقة الثالثة، كيف يمكن أن يعرف سرا كبير عن يماج حتى يماج نفسه لا يعرفه؟ وشاهدنا في الحلقة الرابعة أيضا كيف أعاد الكاتب الهيبة لشخصية جنكيز، ولا سيما في مشهد المقبرة وطريقة صراخه، مما جعل حتى يماج يستسلم ويرضى أن يكون خادما عنده من أجل حماية الحفرة. وطبعا يوجد بعض النقاط السلبية التي لن أتحدث عنها حتى تظهر المزيد من الحقائق، فلعل لها أسبابها، فسننتظر ونشاهد هل سيجعلنا الكاتب نغض النظر عن التمطيط الذي حدث في هذا المسلسل بقصة جبارة تعيده لمكانته الأولى مثل ما كان في الموسم الأول، أو هل سيذهب نحو الأسوأ؟ سنتابع ونرى، المهم أن نشاهد للمتعة وللمناقشة بيننا دون تعصب أو غيره. بهذا نلقاكم بخير في فيديو قادم، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.